شاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل عالم افضل يعرف ما هو المقصود بالبيت المسيحي البيت المسيحي المؤسس على الصخر والاسره المسيحيه القويه المترابطه والقائمه على الحب والاحترام والقادره بنعمه الله وبمعونه الله على مواجهه التحديات والظروف اليومية التي تواجهها وذلك عندما تخضع لقوانين ومبادئ ذاك الذي صمم هذا المشروع العظيم الإلهي الأسرة البيت المسيحي صممه وأيضا خطط له وأشرف على تنفيذه وباركه وما زال يباركه ويشرف على تنفيذه وبناؤه فإن لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون إذا ما هو المفهوم الصحيح للبيت المسيحي؟ ما هو دور الله فيه؟ ما هو دور الزوج ومسؤولياته في هذا البيت؟ ما هو دور الزوجه في هذا البيت؟ ما دور كلاهما تجاه الأبناء؟ وأيضا ما دور كل الأسره تجاه المجتمع؟ الجيران الأقارب الأهل المعارف الأصدقاء كيف يصبح هذا البيت بيتا كارزا كيف تصبح هذه الأسرة أسرة شاهدة حتى تستطيع أن تقول أما أنا وبيتي فلنعبد الرب هذا أحبائي ما سوف نحاول تغطيته مع خادم الرب دكتور نبيل عجيب أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك يا أخت مرت سعداء تكون معانا دكتور في الوقت ده على قلبك قوي الأسرة بتخدم وسط الأسرة مشغول تقدم محبة المسيح للأسرة حتى كمان الأسرة تكون سبب بركة لمجتمع هو يفتقر للمحبة والترابط وفي نفس الوقت العلاقات السوية ما بين الزوجين وما بين الأولاد مرة تاني بنقول لك أهلا وسهلا بيك دكتور أهلا بيك أختي احبائي سعداء النهارده ان احنا نتواصل معاكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر التليفونات حتى نسمع كل ما لديكم من تعليقات ولكن اسئله في هذا الموضوع البيت المسيحي ولكن قبل الدخول لجوهر موضوعنا تعالوا معا نستمع لكلمات هذه الترنيمه إحنا هينور بيك يا يسوع وخلينا نقول بداية رائعة في متناول إيدك وإيدي إدعوه النهارده يجي ويسكن بيتك ويطرد كل مشاكل كل إنقسامات كل خراب إنجاز التعبير تعالى وادعوه بقلب قوله تعالى غير كل ضلمة في بيتي تعالى ونور كل أركان بيتي بحضورك الرائع إنت تقدر تعمل كده دلوقتي ويكون ليك ثقل لقلبك في إسم يسوع يتبدل الحال بحال وتيجي إشراقة جديدة على بيتك على حياتك على أولادك على زوجتك على زوجك إطلبي بقلب يمكن دلوقتي لسان حالك أنا ليا سنين بصلي من أجله مش عايز يتغير أنا ليا سنين بعالج فيها مش عايزة تتغير يمكن آن الأوان ما فاتش الأوان لكن آن الأوان إنك تيجي ركب سجدة وتصدق انه يرجع يشرق نور من جديد في اسم يسوع على حياتك وعلى بيتك تعالوا مع بعض بقى نعرف ايه المقصود بكلمه او عباره البيت المسيحي تفضل يا دكتور شكرا يا اخت مرفت أه أه يعني انا بس عايز اضيف للكلام الجميل والرائع اللي حضرتك قلتيه في المقدمه الاولى او الثانيه بس هحط يعني سبوت لايتس أضواء أركز فيها على المفهوم بتاع البيت إن مش المكان اللي بنسكن فيه. لكن الناس اللي ساكنين جوه البيت هم المعنيين بالبيت. يعني للأسف الشديد أثناء لما اتنين بيتخطبوا أو بيخطبوا بعض ويفكروا بيهتموا جدا جدا بمكان السكن والأساس اللي هيتحط جوه الشقة. ما بياخدوش بالهم من ان اهم حاجه الاشخاص مش اهم حاجه المكان اللي احنا بنسكن فيه، المكان اللي احنا بنسكن فيه مهم لكن اللي اهم منه الاشخاص اللي ساكنين جوه البيت. فتعبير البيت المسيحي المعني من وراه الناس اللي هيسكنوا جوه السكن وعلاقتهم بربنا وعلاقتهم ببعضيهم. لو علاقتهم بربنا علاقه صحيحه ولو علاقتهم بربنا صحيحه هينعكس على علاقتهم ببعض لو هذا البيت له هذه السمات فده يطلق عليه بيت مسيحي مرات كتيره احنا كمسيحيين في الشرق عموما وفي مصر بصفه خاصه لما بتتاح لنا فرصه ان احنا نعمل علامه على الشقه بتاعتنا نحط مثلا صليب او نحط صوره المسيح او صوره واحد من القديسين علشان نعلن ان البيت ده يسكنوه ناس مسيحيين لا دي مش كفايه دي حاجه جميله وكويسه في حد ذاتها مش غلط لكن دي مش كفايه ممكن اكون حاطط صوره المسيح جوه البيت بتاعي ممكن اعمل صوره مبروزه ومتعلقه على احدى حوائط اوضه الصالون لكن اهم من الصوره اللي متعلقه ان المسيح نفسه يبقى جوه قلبي عشان ابقى مسيحي المسيح يبقى في حياتي المسيح يبقى في حياة مراتي المسيح يبقى جوانا المسيح يبقى ضيف عزيز عاملين حسابه بنحترم وجوده وبنتمتع بوجوده علينا علشان نبقى فعلا ينطبق علينا التعبير ان احنا بيت مسيحي بجد كلمات يمكن اقول يعني رائعه وبسيطه لكن توصل لاذهان كل انسان يمكن يتخيل أن البيت المسيحي هو جدران وموقع وأساس شيء جميل وتحف جميلة رائع بس مش ده مغزى كلامنا ولا تركيزنا لا على المكان ولا على الأساس تركيزنا على العلاقة الرائعة والمشروع الإلهي العظيم اللي أعده أقول إيه أجمل وأعظم مصمم ومهندس اعد اكبر مشروع في تاريخ البشريه هو العيله هو الاسره هو البيت المسيحي كلام حضرتك رائع بدون المسيح مفيش بيت ومقدرش اقول لاني علامه الصليب عليه فانا كده واخد لقب انه انا بيتي مسيحي بدون المسيح مفيش بيت زي ما بنقول قوي مترابط متماسك يسوده الحب والاحترام صحيح يعني حضرتك يعني أنا نفسي بنعمة ربنا لكل الـ الـ الإخوة والأخوات المشاهدين لينا والمشاهدات إنهم يركزوا على هذا الأمر الهام حلو إن احنا نفتخر بصليب المسيح. حلو إن احنا نفتخر بانتسابنا للمسيح. حلو إن احنا نعلن عن اعترافنا بالمسيح إنه سيد ورب. لكن اللي أهم من اعترافنا به إني إن احنا في حياتنا وفي تصرفاتنا نبقى عاملين حساب وجوده ونعبر عن عاملين حسابنا لوجوده باحترامنا لمبادئه ولتعاليمه اللي بناخدها منه مش في صورة اقتراحات لا بناخدها منه في صورة وصايا علينا أن نخضع عليها وأن ننفذها في حياتنا دي النقطة المهمة جدا لأن الرب يسوع له كل المجد في الجزء اللي ورد في انجيل يوحنا انجيل متى اصحاح سبعه لما بيتكلم على اللي يسمع كلامه واللي يؤمن بيعمل بكلامه يبقى يشبه برجل او يشبه رجل بنى بيته على الصخر لا. قبليها على طول بيقول ليس كل من يقول يا رب يا لا. رب يدخل لا. ملكوت السماوات فربنا مش هيحاسبنا على اللي بنقوله لكن ربنا يحاسبنا على اللي بنعمله اكتر آه اللي, اللي, اللي بيقول يا رب واللي بيقول ان يسوع المسيح رب وما بيعملش اراده الاب السماوي يبقى ده ملوش نصيب في ملكوت السماوات وده مش كلامي انا ده كلام المسيح نفسه شخصيا الذي يعمل اراده ابي الذي في السماوات فنفسي ربنا ينقلنا كلنا من مجرد ناس آه نعرف المسيح معرفه سطحيه او نعرف عنه الى ناس يعرفوه شخصيا وناس بيعبروا عن معرفتهم به بانهم بيطبقوا كلامه على حياتهم كلمات رائعه يا دكتور قبل ما نعرف المبادئ وعايزه اقول الدستور حضرتك قلت قانون زي اي دوله مليها قوانين ودساتير اللي بيكسر القانون بيعاقب هناك قوانين الهيه يجب ان احنا نسلك فيها ونتخذها دستور ونمط لحياتنا لك حضرتك قلت كلام مهم خالص مش بتعرف عن المسيح بتعيش المسيح مش بتعرف مجرد معرفه او اسمك اسم مسيحي او في اشارات بتشير انك مسيحي لكن فعلا تعيش المسيح ويبقى السؤال اذا حد النهارده بيسمعنا وبيقول انا نفسي اتحول من الصوره اللي هي غير حقيقيه ان انا بس اسمي مسيحي الى مسيحي حقيقي بيعيش المسيح اللي يقدر يعمل يا دكتور قبل ما يسمع الدستور والقوانين احب انه يعرف المسيح ام لما اقول له ايه الدستور وايه القوانين والمبادئ اللي بينص عليها هذا الشخص انا قبلته اقدر اعيش القوانين اللي هيحطها لاني مش بنفسي لا بنفسي مش هقدر عشان كده نفسي ابدا بالجزئيه دي بوجوده في حياتي انا هقدر اطيع قوانينه اللي هتكون عسره عليا من غيره فضح. صحيح شفت حضرتك ملخص العبارات اللي انت قلتيها لخص الرب يسوع في عبارة صغيرة جدا ومهمة جدا قالها للتلاميذ قال لهم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيء نعم. وده بالظبط اللي احنا ده اللي قاله المسيح وده اللي بنختبره كل يوم وكل ساعة في حياتنا بدون معونته بدون تأييد روحه بدون تغيير حياتنا وده عمل الهي على فكره المسيح مش بس بيقدم نفسه كمانح الغفران للخطايا ومفيش حد يقدر يغفر خطايا غيره لكن كمان المسيح بيغير الحياه أمين. يعني بيديني غفران حقيقي مؤسس على دمه المسفوك على الصليب وبقوه روحه بيغيرني بيخليني انسان جديد ولما ابقى انسان جديد ملتصق بيه متمتع بمحبته ومتمتع بغفران خطاياي ومحبته مالية قلبي ومالية كياني هقدر أعيش تعاليمه هقدر أعيش مبادئه هقدر أعيش قوانينه إذا أي إنسان دلوقتي بيطلب الرب وهو عنده رغبة حقيقية إنه يعيش المبادئ والوصايا حتى يكون بيته البيت المسيحي المؤسس على الصخر يكون ليه دلوقتي هذا الامتياز يا دكتور إيه اللي يعمله إيه اللي المفروض لو لأول مرة بيسمع الكلمات دي، إزاي ياخد المبادرة دي وياخد المسيح ملك وسير؟ آه يعني ببساطة شديدة آه يعني أقدر ألخص التوجه في ثلاث خطوات. الخطوة الأولانية وأتمنى آه إن احنا كلنا نكون عديناها أو اقتنعنا نعم. بيها إن أنا إنسان خاطي مولود بالخطية. نعم. أنا مش أفضل ولا أحسن ولا مختلف عن أي إنسان في الدنيا. نعم. كلنا كلنا الكتاب المقدس يقول علينا كلنا كغنم من ضللنا منا كل, كل واحد, واحد إلى طريقه. طريق. طريق. رب وضع عليه اثم جميعنا. بالزبط. هو موجود. بالظبط نعم. فانا اقتنع واعترف الاول اقتنع ان انا خاطي. نعم. واعترف قدام الله ولنفسي ان انا خاطي. خاطي يعني عاجز عن ان انا امجد الله، عاجز عن ان انا اطيع وصاياه، عاجز ان انا اكون في علاقة معاه حقيقية من غير معونته ومن غير إيمان يحطه جوه قلبي يخليني أتشعلق بيه دي الخطوة الأولانية الخطوة الثانية كتار مننا بياخدوا وقت جامد فيها اللي هي الاقتناع بأن أنا مش أقدر أغير نفسي يعني ناس كتيرة جدا بيصعبوا عليا لأنهم بيضيعوا سنين من عمرهم وهم بيبقوا مخلصين الواحد عايز يغير نفسه. مش أقدر اغير نفسي حتى لو حاولت حتى لو اجتهدت لاني مش ممكن ابدا يكتنون من من العنب تينه. نعم. ومش ممكن ابدا الينبوع المر يطلع حاجه حلوه. نعم. فده الكتاب بيقول لنا كده والطبيعه بتقول لنا كده انا محتاج لتغيير وانا محتاج عشان اتغير اكف عن محاولة أن أنا أغير نفسي لأن أنا عاجز أنا عاجز عن تغيير نفسي وعلى فكرة لو في إنسان كائن من كان قدر ونجح أنه يغير نفسه كأنه بيقول المسيح جه على الأرض وتجسد ومات على الصليب بدون داعي لا لا المسيح جه لأن احنا إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين من أجل الفجار فإذا أنا أقتنع وأقر أن أنا خاطي أقتنع وأقر أن أنا عاجز نمرة ثلاثة أرمي نفسي رمية الإيمان على اللي يقدر يغيرني واللي يقدر يخلصني واللي يقدر يحررني واللي يقدر يقدسني واللي يقدر يمتلكني واللي يقدر يستخدمني عشان أكون عضو نافع في بيت مسيحي نعم رائع جدا جدا خطوات سهلة جدا في إمكان إن أي إنسان النهاردة هو قاعد في بيته مكانه ياخد المواقف دي ياخد الخطوات دي ويقول يا رب من النهاردة أنا بعترف قدامك بكل خطية، بكل ضعف فيا، وأنا بعترف إن أنا مش هقدر أغير نفسي، وبأومن إنك عندك سلطان إنك تغير حياتي، وتنقني من الظلمة للنور، حتى يكون ليا هذا البيت المسيحي الناجح، والزواج الناجح المترابط. رائع يا دكتور، هنا نقدر نبني على الأساس الرائع، أنا بعتبره أكبر أساس في البيت المسيحي هو إني الزوج والزوجة قبل الأولاد يكون ليهم الحياة دي يتمتعوا بغفران الخطايا وفي نفس الوقت يتمتعوا بالبنويه وفي نفس الوقت الحياه الابديه المسيحيه دايما نقول لا تورث مش عشان اسمك جرجس او اسمك مسيحي معناها انك مسيحي لا اقبل المسيح وولادك يقبلوا المسيح حتى انهم يصير لهم حياه ابديه ونتمتع بقى بالكلام اللي هنقوله ونبني عليه ونيجي دلوقتي بقى لبعض المبادئ الاساسيه والكتابيه لبناء البيت المسيحي حضرتك المبادئ معروفة وأشكر ربنا جداً أنها على الأقل بتتقال في معظم الأكاليل اللي هي الأفراح يعني اللي هو يوم الزفاف لا. وبتتقال في القنوات الفضائية وبتتقال في الكنائس وأتمنى من كل قلبي أن الناس يعني تكرار سماعها لهذه المبادئ ما يرخصش في عينيها يعني ده, ده موضوع مهم إحنا مش بنسمح كلام ناس احنا بنسمع كلام ربنا وكلام ربنا لما نسمعه ونقبله ونؤمن به بيغير حياتنا يعني اتذكر ايه كتبها الرسول بولس للمؤمنين في كنيسه تسالونيكي في الاصحاح الثاني لما بيقول لهم وانتم استسلمتم منا كلمه خبر من الله يعني هم بيوعظوا الناس المؤمنين يقول لهم انتم قد تسلمتم منا كلمه خبر من الله قبلتموها لا ككلمه اناس بل كما هي بالحقيقه كلمه الله التي تعمل فيكم انتم المؤمنين يعني التطبيق العملي الحالي للايه دي لما نسمع خادم بيكلمنا عن مبادئ البيت المسيحي بيكلمنا عن الاسس اللي ربنا حطها اللي تضمن نجاح وثبات واستمرار هذا البيت مش يقول الوعظ الفلاني قال لكن يقول ده ربنا قال بقبل الكلمه اه على فم الخادم لكن باعتبارها كلمه ربنا مش كلمه الخادم وده يحط مسؤوليه على اللي بيقدم كلمه ربنا ان يقدمها كما هي بالحقيقه ليزود ولا ينقص ولا يغير المعنى فربنا حط اسس رائعة قد تبدو للناس أنها بسيطة وسهلة لكن آه اهمال هذه المبادئ آه بيجيب متاعب كثيرة جدا في البيوت حتى لو كانوا الأشخاص مؤمنين ما انا ممكن اكون مؤمن ولي علاقة بربنا لكن اهملت جانب المسؤولية فكل امتياز تقابله مسؤولية وكل اهمال في المسؤولية يترتب عليه متاعب يعني عايز اقول ان معظم المتاعب اللي جوه بيوت المسيحيين سببها اهمال كلمه ربنا نعم بالفعل نعم وعلى فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه ولكل اخواتي اللي بيسمعونا دلوقتي المساله مش مساله انا عارف او مش عارف في ناس كتير عارفه لكن المساله هل انا اؤمن ايمان قلبي باللي انا اعرفه ولا مجرد معرفه وممكن اكون حافظ ايات عن مسؤوليات البيت المسيحي لكن مش بطبقها على نفسي مش مش مؤمن باهميتها لحياتي برجع تاني استخدم عقلي واستخدم المنطق واستخدم الثقافه السائده في المجتمع واتاثر بزميلي بيعامل مراته ازاي وبحاول ان انا اعمل زيه او بتاثر بزميلتي وبشوفها بتعامل جوزها ازاي وانا اعمل زيها بس مع كلام الناس أكتر من كلام ربنا وناسين إن إن الكتاب قال لنا على فم التلاميذ في سفر الأعمال ينبغي أن يطاع الله أكثر, أكثر من, الناس. من الناس فبرضو دي كلمة تحذيرية لكل اللي بيسمعونا دلوقتي من فضلكم تخلوا باقتناع كامل عن كل الحاجات اللي منتشرة في المجتمع واللي مصدرها الناس مهما كان هؤلاء الناس مهما كانت نواياهم ومهما كانت اهدافهم الناس ممكن يبعدون عن ربنا والناس ممكن يخلو كلمة ربنا ترخص في عينين لان الناس دايما تعتمد على المنطق على الحكمة البشرية الحكمة البشرية عبارة عن أفكار تبدو في مظهرها انها جميلة لكن قدام كلمة الله ممكن تضيع الإنسان فانا ارجع لكلمه الله واصلي زي ما حضرتك طلبتي من في البدايه واقول له يا رب خليني وانا بسمع كلامك اتوب عن كل كلام انا سمعته من الاخرين ايا كان هؤلاء الاخرين وعملت بيه وجبت لنفسي المتاعب انا برجع لك من تاني زي الطفل الصغير اللي بيسمع كلام ابوه السماوي. شكرا دكتور علشان استخدمت تعبير تحذير وتحذير موجه لمين للمؤمنين واللي عندهم معرفه بالتعليم الكتابي واللي فاهمين جدا نتايج عدم تطبيق الكلمه والشيء الاخطر اندماجنا في العالم يمكن هنا نقدر نقول يا ترى ايه الفرق بقى من بين البيت المسيحي والبيت غير المسيحي اذا انا مسيحي وعارف وعندي كل المعرفه وبتقف عند حد المعرفة أنا عندي مبادئ كتابية للأسف معروفة لدي لكن مفيش تفعيل ليها هي معروفة بس مركونة السائد على حياتي وبيتي والمخطط لحياتي هو الفكر العالم وفكر الأصدقاء والفلسفات والهرطقات سامحني الرخيصة الموجودة دلوقتي اللي هي غازت بيوتنا وبنحط خطين مش بيوت الناس اللي العاديين بيوت المؤمنين المسيحيين المؤمنين شكرا عشان قلت الكلام ده يمكن بنخاطب الناس اللي تعالى من جديد وسلم حياتك للمسيح عشان تقدر تطيع وصاياه حضرتك حطيت كده خط جديد كبير لا ده كمان في شريحه من المجتمع او اللي بيسمعونا او اللي بيتابعونا مؤمنين وناضجين مش عايزه اقول روحيا لان لو ناضج روحيا هيعرف هي انه تطبيق وصايا الله الزام مش اختيار الزام عليا لاني اللي بيكسر وصيه يعني اخطا في الكل إلزام عليا إن أنا أطيع الوصايا ومع ذلك أنا محتفظ بيها عايز أقول عندها حد المعرفة لكن عند التطبيق أنا بطبق كل ما هو يتماشى مع العالم وفكر العالم ومبادئ العالم واللي يعجب العالم مش مرجعيتي ما أصبحتش المبادئ الكتابية خلينا نرجع للمبادئ الكتابية دكتور ونعيد على ما سمعنا الرب عايزنا نعيش يعني نعيش إزاي كما نحق يحق الانجيل المسيح ازاي كمؤمنين ونفعل المعرفه تروح بقى لحياه والحياه تنطبع في حياتنا وتنطبع على اخرين من حوالينا لان هنقول ان لينا دور كمان مش بس بنعيش لكن نعيش ونروح للاخرين نصلح ما بيهم او نوريهم ان في حياه افضل تقدروا تعيشوها. صحيح اتفضل. الخص الفكره اللي حضرتك قلتيها في ايه جت في رسالة يعقوب ورسالة يعقوب اتكلمنا عن الحياة العملية كونوا سامعين عاملين بالكلمة, بالكلمة وليس سامعين خادعين نفوسكم نعم. يعني بنسمع لكن بالأس... مش بنعمل yeah. ده في خطورة جديدة علينا احنا اللي احنا بنسمع الكلمة بس ما بنعملش بيها فربنا يساعدنا كلنا أمين. كلنا محتاجين للتشجيع كلنا محتاجين للتحضير كلنا محتاجين نذكر بعضنا البعض بأهمية ليس فقط معرفة الكلمة لكن طاعة المكتوب رائع طاعة المكتوب م. ويمكن دي حاجة محتاجين نكون بنجاهد فيها في كل يوم نذكر نفسنا إحنا عندنا مبادئ مختلفة عن مبادئ العالم عايزين نرجع ليه مبادئ أسمى أرقى مبادئ الملكوت اللي احنا محتاجين نأثر بيها علي العالم مش نتأثر بالعالم دكتور اسمح لي آخد إتصال أختي فريال اهلا بيكي من بريطانيا اهلا بيكي يا اختي فريال اختي فريال حبيبتي حضرتك معانا الو اهلا بيكي سلام ونعمه المسيح معك ومع ضيفك الكريم ومعك ايضا اختي اهلا بيكي الرب يباركك الموضوع رائع جدا والكل محتاجين ان يعرفون ما هو ما هو البيت المسيحي الحقيقي في قبل ما أبدأ مداخلتي اقول هذه الايه الرائعه من مزمور 127 م. ايه آه 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 الاولى ايه واحد م. ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البنوؤون. اخت مرفت البيت المسيحي الحقيقي هو البيت اللي يسكن فيه المسيح له كل المجد يكون سيد وصاحب ذلك البيت. للأسف الشديد وأنا قلبي نعم. أقول بكل حزن ومرارة ياما في بيوت مسيحية نعم. للأسف الشديد خربانة نعم. فيها مشاكل تفكك أسري خيانات زوجية نعم. وانفصال وأحيانا حتى يؤدي إلى الطلاق للأسف الشديد نعم. والأطفال هم الضحية الأولى والاخيره اللي اللي هم اللي يدفعون نتيجه هذا التفكك الاسري البيت المسيحي هو اللي يسود الانسجام والاحترام الثقه المتبادله بين الزوجين وغفران الزوج لزوجته والعكس وللاطفال ويكون في التضحيه والعطاء وليس الاخذ فقط متى ما كان البيت المسيحي لما الزوجة تتكلم أو الزوج يقول هذا بيتنا يختلف وفرق كبير بين ما الزوجة تقول هذا بيتي والزوج يقول بيتي أو مالك أو الدخل تبعك أو الدخل تبعي فهذا الكلام المفروض يكون غير موجود في البيت المسيحي وبالأخير أنا أقول البيت المسيحي هو الريمه اللي تقول طوبى لبيت القائمين اساسه الدين الصحيح طوبى لبيت الفاضل شعاره حب المسيح في ذلك البيت السعيد يسود بر وسلام فالمسيح هو, هو سيد البيت وقبل ما يكون سيد البيت يسود في قلب وحياه كل شخص اللي يسكن في ذلك البيت ويكون البيت سعيد وفيه المسيح هو السيد والصاحب وانا اصلي من كل قلبي لكل البيوت اللي تعاني من مشاكل اسريه ان يعرفون الرب يسوع المسيح ويكون ملك اولا واخيرا سيد ومخلص على حياتهم حتى يعيشون حياه سعيده وينالون الحياه الابديه اشكرك اخت نرفت والرب يباركك ويبارك قناه الكرمه ودائما تقدمون مواضيع رائعه جدا الرب معاكم ومعاكي حبيبتي، شكرا جدا لاتصالك، لكن أكتر كلماتك ومشاركاتك الحقيقية الجميلة اللي هي إحتياج النهارده، فعلا بنصلي من أجل كل بيت في مشاكل أو في إنقسامات أو في تركيز على الذات أو في عدم غفران أو أي أمور بتعوق العلاقة في إسم يسوع الأمور دي تدوب واليوم نبدأ بداية جديدة، شكرا فعلا لكل توجه قلبك الجميل ناحية الأسرة وانشغالك بالأسرة أختي فريال. يا دكتور عند حضرتك تعليق آه. اه نشكر ربنا الاخت يعني ملمه بالموضوع وكمان عايشه اللي حاصل في المجتمع يا عايشه حقيقه اه عايشه الحقيقه وعارفاها ولمست آه مشاكل, مشاكل كتيره بتحصل موجوده النهارده آه. في البيوت المسيحيه آه. للاسف مشاكل بتصل الى حد الطلاق والانفصال زي ما قالت واسبابها اسباب خطيره جدا وتماديق او عايزه اقول ايه سكتنا على بعض الاسباب وعلى بعض المشاكل اللي يمكن لو بدأنا مع كل مشكلة وهي بسيطة في بدايتها ما توصلش يعني لهذا الحد المرعب اللي زي ما قالت أختي فريال يجني نتيجته أو لا تشرد ما بين بيتين ما بين عائلتين يا إما في الشارع تفضل صحيح أه لو حبينا عشان الوقت بيجري أه نقول إيه مسؤوليات أو دور الزوجة في البيت المسيحي دور الزوجة في البيت المسيحي محدد بحاجتين رئيسيتين طبعا في حاجات تانية كتيرة لكن هنركز على الحاجات اللي ذكرها الكتاب وبصورة متكررة أنها تخضع لزوجها وكمان أنها تحترم زوجها وفي حاجة تالتة جت برضو عن دور المرأة أنها تحب جوزها يعني هم ثلاث حاجات بالاختصار الخضوع بيبقى حواليه خلاف من ناحيه الستات يعني في بعض الستات بتشعر بالغبن او تشعر بالظلم وتقول ليه ربنا حطني وانا بنت اكون خضعه لبابا وماما او مطيعه ليهم وانا بعد ما اتجوز و وبقيت كبيره وناضجه اخضع لجوزي مم. وبعد كده اخضع في المجتمع لقوانينه وجوه الكنيسه اكون خضعة يعني بعض الستات اللي مش فاهمين موضوع الخضوع بيحصل جواهم نوع من عدم الرضا الحد الادنى نقول عدم الرضا لكن لو اي زوجه مسيحيه فهمت ايه هو الخضوع والمعنى المقصود به اعتقد انها بدل ما هتبقى مش راضية هتبقى شاكرة تقول يا رب أشكرك لأنك لما كونتني كامرأة خلقتني بكيفية عجيبة يناسبني أن أكون خاضعة أن أكون تحت قيادة شخص آخر سواء وأنا بنت تحت قيادة والدي أو وأنا زوجة تحت قيادة زوجي وأنا في الكنيسة مع بقية المؤمنين تحت قيادة الرعاة والمعلمين فده ترتيب الله العام جوه الثلاث دوائر دي الست وهي قبل ما تتجوز بنت تكون مطيعة لوالديها وبتشارك في إكرامهم وهي زوجة بتكون خاضعة لجوزها وتكون كمان بتظهر هذا الخضوع في صورة احترام لزوجها وكمان لما تفهم أن الله من البداية خلقها علشان تكون معينة لزوجها لما خلقش الراجل عشان يكون معين لمراته بالرغم ان في الحياه العمليه الراجل بيعاون مراته والست بتعاون جوزها لكن من ناحيه الاداره والقياده ربنا حط القياده في ايدين الراجل وعلى فكره القياده في ايدين الراجل ما هياش حاجه علشان الراجل يفتخر بيها او يشعر ان دي منصب لا دي مسؤوليه كبيره جدا بيقول له يا رب عني على تحمل هذه المسؤوليه وانا محتاج لحد يعاونني يعني الـ الـ الايه الاولى اللي جت عن ادم اما ادم فلم يجد معينا نظيره وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له, له معينا نظيرا دي معناها ان ادم كان شاف او شعر ان المسؤوليه اللي عليه اكبر من طاقته واكبر من امكانياته فاحتاج لمعين نظيره ربنا اوجد له هذا المعين اللي هو اللي هو مراته زوجته فايه بقى فكره الخضوع او معنى الخضوع آه في فرق بين الخضوع والطاعه يعني مثلا ما يقولناش الكتاب ايها الاولاد اخضعوا لوالديكم ايها الاولاد اطيعوا, أطيعوا. والديكم وما يقولش للست ايها الزوجه اطيعي زوجك لكن يقول ايتها النساء اخضعنا لرجالكن يعني ايه الست تخضع لرجلها الخضوع توجه القلب في الداخل يعني ايه توجه القلب في الداخل؟ يعني المراه المؤمنه اللي هي بيتكون منها البيت المسيحي فاهمه كلمه ربنا وفاهمه دورها اللي ربنا اوجدها لاجله ومن اللحظه اللي قبلت فيها الارتباط الارتباط بالشاب اللي تقدم ليها لكي يكون زوجا لها فقبلت إن يكون دورها في هذه العلاقة الجديدة في البيت الجديد إنها تكون تابعة تكون مرؤوسة يكون هو القائد وهي المعاون له من جواها قبلت هذا الدور فعلشان كده لما بعد ما يجوزوا بتترجم هذا الخضوع القلبي هذا التوجه القلبي اللي هي قبلته من ربنا لأن هو ربنا اللي حطها في هذه المكانة المهمة جدا بالنسبة للراجل بترجم خضوعها بإن لما تتناقش مع جوزها في أمر معين يخص البيت كل واحد يبدي رأيه ولو وصلوا لنقطة اتفاق يبقى الأمر مفيش أي حاجة فيه، لكن لو وصلوا في النهاية لنقطة اختلاف تقول له خلاص أنت اللي مسؤول قدام ربنا أنا كان ليا وجهة نظر مختلفة لكن أنا هصلي لك علشان الرب ايه ينجح طريقك و... وت... وتعدي الامور ادي نعم. معنى بحكمه المراه يبني البيت يعني بالزبط. المراه الحكيمه تبني بيتها بالزبط. الحكمه مهمه جدا آه. في يعني... اداء المراه او في اسلوب وحياه المراه بالظبط يعني هم الجو يسود التفاهم نعم والجو يسود الحب والجو يسود الاحترام لكن هي من البدايه آه قبلت دورها اللي ربنا عينه لها من جوه قلبها على فكره ممكن واحده تطيع من غير ما يكون عندها خضوع لكن مش ممكن ابدا واحده تكون نروح لمرحله الخنوع اه 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 ده يبقى يعني الخنوع. ايه يعني عارفه اللي بتسمع الكلام لكن هي متذمره طبعا ده خنوع وغير بعينه راضيه يعني. نعم آه لكن لكن ما فيش واحده في الدنيا خاضعه ما يكونش عندها طاعه مه. يعني فامتى الست تطيع من غير ما يكون عندها خضوع لما تكون بتطيع جوزها لانها خايفه منه بسبب قسوته أو بسبب تهديده أو بسبب خايفة على أولادها أو خايفة على خراب البيت لا ده 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 من الراجل اللي يخلي مراته تطيعه من غير ما تكون خاضعة ليه ده راجل جاهل وليس رجل حكيم فأنا بس حبيت أركز وأوضح إيه الفرق بين الخضوع والطاعة الخضوع توجه القلب في الداخل آآ آآ امرأة مؤمنة لها علاقة بالرب قبلت دورها المعين لها من قبل الرب ان تكون معاونه مساعده تدفع زوجها ناحيه النجاح روحيا وزمنيا واسريا وفي علاقاته الاجتماعيه في المجتمع اللي عايشين فيه من غير ما تحاول انها تفرض رايها عليه لكن يقابل هذا الخضوع من ناحيه المراه محبه الرجل يقابله وليس ثمنه يعني مش الست أه مش بتخضع مش نعم علشان مش صفات جوزها لا عايزين برضو دي توضح قوي دكتور انه اه مش بتخضع علشان هو بيحب لا ده بتخضع لان ده امر كتابي بالزبط. بتخضع لان هي بتعمل كده حضرتك قلت خضوع مقترن بطاعه وبحب بالظبط فبتخضع لانها بتحب وبعدين حضرتك قلت كلمه جميله في البدايه مفتاح كل كلامنا يا دكتور انها تفهم الخضوع مفهوم الخضوع الصحيح للمراه لما تفهم يعني ايه خضوع مش هتحس ابدا ان هي مهزومه او ان هي مضطره او ان هي لازم تكون خانعه او انها بتطيع غصب عنها او هي تابع لا هتفهم ان الخضوع سمه جميله بتتوج المراه انها تكون مراه خاضعه اخذ اتصال وارجع اسمع من حضرتك اخي ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا اخي ابو مهند صباح الخير صباح النور اهلا بك تحية محبة للأخت ميربت فوزي شكرا لك وضيفها خادم الرب السيد نبيل الدكتور نبيل اهلا بيك أهلا شكرا لك تفضل لدي كلمة أرجو الاستماع إليها والحكم عليها في النهاية إذا سمحت لي بذلك أيها الأخت اتفضل الكريمة اتفضل قال يسوع كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر لا. متى سماء نعم قد قد ننمو لنكون أقوياء وراسخين عندما نطبق كلمة الله في حياتنا ونشاطاتنا اليومية يجب علينا أن نكون مجتهدين وأن لا نتخلى عن واجباتنا اليومية ولا نعطي أعذارًا لسقوطنا أو نجهل صوت ضميرنا حتي لو ظهر الأمر وكأن أهميته ضئيلة في البداية ولكنه سيؤدي إلى سقوطنا بلا محالة إن سربنا صف قوي سقف قوي يبدأ بمد أساس راسخ من الحياة المسيحية الحقيقية وبطاعة الله وكلمته المباركة أموراً. شكرا أخي أبو مهند اللي خط شوية بيقطع بس كلماتك وصلت وفحواها وصل ومرة تانية شكرا جدا لاتصالك تفضل يا دكتور كان عند حضرتك عايز أقول نقطة تانية عن موضوع الخضوع نعم. آه يعني آه الله الحكيم المحب يعني كون المرأة الأول وبعدين حط عليها المسؤوليات بتاعتها يعني قبل ما يخلقها احنا ساعات ناخد قرارات بناء على نتائج المعطيات لكن الله مش كده الله بيعرف النهاية من البداية يعني قبل لا. ما يخلق المرأة عارف ايه الدور اللي هتقوم بيه وكونها وشكلها بطريقة بديعة رائعة جدا لكي تتناسب مع دورها التي ستكلب به من قبله فهي ربنا صمم الدور بتاعها وصمم كيانها الانساني بطريقه تتناسب مع الدور يعني يعني عايز اجيب تشبيه من الحياه العمليه لو مثلا انا في مجال مجال كره القدم يعني انا لو جبت واحد الامكانيات بتاعته مؤهلاته ينجح في الهجوم وحطيته في مكان الدفاع هيفشل وهيتعب. مهم. هو اه ممكن يدافع بس هيبقى تعبان ويبقى دايما مضغوط. ده دا مش مكانه، ده مش الدور الرئيسي بتاعه. اه في غياب حد ممكن اشتغل مدافع لمده ربع ساعه لكن ما يبقاش ده توجه حياتي. الشخص المناسب في المكان بالزبط. المناسب. بالظبط، فربنا خلق المرأة وهي لها كل ما يناسبها لكي تقوم بدورها بنجاح. اجيب حاجه من الحياه العمليه بقى الزوجيه لو افترضنا وده موجود على فكره ان راجل اهمل القيام بدوره في قياده البيت ورمى كل المسؤوليه على مراته الست بتبقى تعبانه جدا 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 تبقى تعبانه جدا بتشوف ان الامر اكبر من طاقتها ممكن تنجح لمده اسبوع او لمده شهر في حاله غياب الزوج لظروف طارئه لكن لو هيرمي الحمل عليها دايما وتبقى هي المسؤولة عن اتخاذ كل القرارات في البيت هيبقى صعب على عليها لأن ده ضد طبيعتها فأتمنى من الأخوات الزوجات اللي بيسمعوني يراجعوا تاني الكلام اللي أنا قلته يعني أنت اشكري ربنا لأن مش زوجك هو اللي بيؤمرك بالخضوع أو اللي بيطلب منك الخضوع لو عمل كده يبقى راجل مش مظبوط لكن ده الرب الحكيم هو اللي طلب منك هذا الخضوع، وانت بتبقي سعيده وراضيه وفرحانه ان المسؤوليه الاولى مش عليكي، لكن انت دورك انك تساعدي جوزك، وعشان القياده تبقى قياده رشيده وقياده صحيحه، يبقى لازم يبقى فيه خضوع ويعبر عن الخضوع بالطاعه، لما نصل في مره من المرات على حاجه احنا مش متفقين عليها براي واحد. بس لكن في كل الظروف العاديه احنا ما بنشعرش كزوجين في بيت مسيحي ان في فرق بيننا وبين بعض او ان انا مصر على رايي ومراتي مصر على رايها ده لو ده حصل فده بيدل على ان احنا مش واخدين دورنا بحسب كلمه ربنا الدكتور هل حضرتك بتشوف عامل مساعد للخضوع فكره اني انا في اللحظه دي بتكلم الزوجين بقى كزوج آه. وزوجه اه المدربين المدرب على سماع يعني كلام الله وعدم كسر وصايا الله والخضوع لله هل حضرتك بتشوف انه سهل عليه يخضع لشريك حياته؟ انا هنا بكلم الزوج والزوجه، الناس المدربه انها بتقعد قدام ربنا وبتخاف على زعله وبتطيعه زي ما حضرتك قلت بدافع الحب والاحترام انا لاني بحب انا بخضع انا بخضع ليك يا رب لاني رغبه قلبي اني اكون بعمل كل شيء يرضي قلبك المتدرب يطيع الله في ممارسات حياته العاديه هل بتشوف يجي عن شريك حياته هيحس ما فيش اي صعوبه صحيح قدر يطيع الراس يطيع الله فبالتالي هقدر كزوجه اطيع زوجي وده بيبقى عامل مساعد اللي ما بيعرفش سامحني يطيع الله بكل تاكيد مش هتع... مش هيعرف يطيع شريك حياته أيا كان في الطرفين عشان ما جيش على المرأة يعني حتى لو في شيء من عدم الخضوع مش عايزة أقول إن كرجل يعني يتنازل عن بعض سماته كرجل لا لازم يفهم إنه أيوة هي تخضع بس في أمور أنت يجب إنك تخضع فيها لوصايا وتعليم الله وبالتالي مش هتلاقي صعوبة إنك تخضع لكل أسرتك حتى لأولادك لو بنتناقش في موضوع ومن الطبيعي ان احنا نقعد نتناقش وفي موضوع الولد او البنت بيقولوا رايهم وانا اقتنعت انا ليه ما اخضعش؟ احنا نرجع تاني حضرتك التعبير ان الخضوع ده توجه القلب بالظبط يعني استعداد يعني. دائم نعم الاستعداد دائم اولا طبعا النقطه اللي حضرتك اثرتيها في منتهى الاهميه دي لا تخص الزوجه وحدها لكن تخص الزوج ايضا لا. ما هو كون ان انا كزوج بحب مراتي فانا باخضع لوصيه الرب آه يعني يجب على الرجال ان يحبوا, يحبوا نساءهم نساء يعني شوفي حضرتك قياده الرجل للبيت او قياده الرجل للمراه آه ده آه نتيجه ان الرجل راس المراه بس ما تنسيش ان قبل ما يقول ان الرجل رأس المرأة قال إن المسيح رأس الرجل. نعم. يعني المسيح هو السيد هو الذي له القيادة. نعم. يبقى المسيح يقود الرجل والرجل يخضع للمسيح والرجل يقود امرأته والمرأة تخضع لرجلها لكن مش عايز يتفهم من كلامي ده إن خضوع المرأة مشروط بخضوع الرجل للمسيح. لا أنا باخد خضوعي للمسيح وأترجمه من خلال محبتي لمراتي واحترامها والاهتمام بيها والقيام بمسؤولياتي من ناحيتها ومن ناحيه البيت كتكليف من الرب ليا والزوجه تاخد مبدا الخضوع كتكليف من الرب ليها ومش واحده قصاد واحده يا دكتور بس حضرتك دلوقتي فجرت قضيه كبيره قوي لازم اقف عندها وجميله ومهمه واحتكاك يومي وممكن نلاقيه في بعض الاسر حضرتك قلت انا مش عايز احط شرط اساسي لخضوع المراه للرجل الخاضع لله ليه لاني فعلا في زوجات بيعانوا من ان الزوج غير مؤمن ملوش علاقه بربنا فقلت كلام جميل وواضح ده مش معناها ان انت ما تخضعيش ده مش معناها او مبرر ان انت ما تكونيش تحت السلطه اللي الرب حطها الرب ده التسلسل الهرمي بالزبط. اللي الرب حطه بالزبط. انه هذا الرجل راس المراه انا بخضع ليه لان الرب كلفني بكده هو متعب هو م... مش مؤمن هو مزعج انا معاكي بس ده ما يخليكيش مش مبرر ان انا مخضعش ودي يعني قضيه كبيره ازاي النهارده زوجه فعلا بتعاني من زوج هو بعيد خالص عن الرب بكل المقاييس بيشكل خطوره حتى على بيته على عياله ازاي بقى ال... عايز اقول المفارقه الصعبه أو عايزة أقول التحدي الصعب يا دكتور. طيعي وأنا كمان أؤكد وأقولها أرجوك طيعي طيعي لأني الله اللي بيامرك مش الشخص عشان تكسبي الشخص لازم تستمر تطيعي وتخضعي. أمين في اسم يسوع هذا الشخص الصعب المزعج هتكسبيه بطريقتك وبمحبتك وبخضوعك لكن إزاي أساعدها النهارده في وسط المأزق ده وأنا بطالبها وما زلت بطالبها. إخضاعي عشان بتنفذي وصية الله مش وصية الزوج المزعج. شوف حضرتك أنتِ يعني قلت الفكرة اللي جت في الكتاب في رسالة بطرس الأولى أصح ثلاثة عن مسؤوليات الزوجات من ناحية أزواجهم ولا سيما غير المؤمنين. فالرسول <applause> بطرس بيقول لنا إيه؟ كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة هو ده يربحون بسيرة النساء <applause> نعم. بدون كلمة ده العزاء كله يعني دكتور أشكرك عشانك يعني وضحت الأمر ده وذكرت المقطع ده ده كل العزاء لقلوب كل ست النهاردة هي بتخضع رغم أني وعدد أمور كتير صحيح فالكلمات دي تعزية وتشجيع وتعضيد ليكي أنت في يوم في اسم يسوع هتكسبي الشخص ده بالظبط وده الحافز اللي الروح القدس نعم. بيقدمه نعم. انك في يوم من الايام هتقدري تربحيه امين بس هتربحيه بايه مش بانك تتمردي او انك ترفضي او انك تقاومي او انك تسيب البيت وتمشي لا هتربحيه لما تظهري زينه الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن فدي مهمه جدا يعني انا وانا بسمع كلام حضرتك يعني شفت ان خضوع الزوجه المؤمنه لزوج مؤمن حلو بيعملها وبيحبها وبيخاف على مشاعرها اسهل بكتير جدا من خضوع الزوجه لزوج غير مؤمن بيعملها بجفاء او بقسوه فالاولى عندها دافع صفات جوزها الحلوه المسيحيه اللي اظهرها من ناحيتها لكن الثانيه الرب بيحط عليها هذه المسؤوليه وبيقدم لها حافز مكافأة تشجيع أنت هتقدري تربحي جوزك بخضوعك شكرا يا دكتور عشان م. قلت الكلمات المعزية الحلوة دي لكل ست يعني فعلا تحت النير ده بتكتسف في الأمر ده الكتاب ما سابش حاجة ما سابش صغرة حتى المتألمات المنزعجات المتروكات خلينا نقول اللي يعني اللي فيه المرفوضة المتروكة اللي متسابة هي وعيالها اللي بتتعنف كل يوم اللي بتوبخ كل يوم، اللي بتضارب كل يوم. في كتير عايزه اقول من الازواج اللي نقدر نسرد تحت صفاتهم امور يقشعر يعني الابدان ليها آه، وممارسات غير عاديه بتوجه ضد آه، العنف الموجه ضد المراه او ضد الزوجه بصفه خاصه من ازواج صعبه لكن الطبطبه الجميله من ايد الرب النهارده الكلمات اللي حضرتك قلتها عشان كده ارجوك عيد الكلمات دي على مسامع حبايبي الزوجات المهزومات المكسورات اللي ما عندهاش حل اللي ما عندهاش حيلة اللي باقية على عيالها اللي نفسها تصلح من الحال اللي باقية على بيتها المكسورة تحت أمل أو رجاء في اسم يسوع الزوج ده يجي للمسيح ويتغير وإله التعوضات يرد كل مسلوب قولها الكلمات دي تاني شوف حضرتك في الوقت الحالي اللي بتعاني فيه الزوجه من زوج غير مؤمن غير مطيع لكلمه الله ربنا بيديها تشجيع الهي رائع جدا بيقول لها انت قدام الله بوداعتك وبتواضعك غاليه جدا زينه الروح الوديع الهادي روح المراه اللطيفه الوديعة الهاديه اللي بتتعامل بهذه الصفات مع جوزها القاسي والعنيف الله بيقدرك قدام نعم. الله كثير الثمن وبعدين انت قدامك نموذج انت بتقتدي به اللي هم النساء القديسات المتوكلات على الله وبعدين ربنا هيتعامل مع جوزك ويديكي الامكانيه والامتياز انك تربحيه بلطفك وبودعتك وبصبرك وباحتمالك امين امين في اسم يسوع كاسرات فعلا يختبرن الكلام ده اختبار حقيقي ما يكونش كلمات في السطور ما يكونش كلمات بتسمعيها لكن في اسم يسوع وتشاركي فيما بعد انا فعلا كانت حياتي كده لكن الرب عمل امور غير عاديه حياتي بدات تستقر زوجي بدا يتغير معاملتي معاملته معايا اختلفت نتيجه محبتي وخضوعي واحترامي تعالوا نطلع لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال هذا الموضوع الخاص بالاسره المسيحيه مفتوحتين على هذا البيت الهي لتكن عينك مفتوحتين على هذا البيت نهارا فيه نهارا وليلا على الموضع الذي قلت أنك تضع اسمك تضع اسمك We take everything we have for granted. The roof over our heads, food, water, transportation, clothes, medication if we're sick, even waking up in the morning. We take all this for granted. There are people who don't have these things. Now, it's your turn to change the way you think about the small everyday things that you have. It's time to share your blessing. لاستكمال هذا الموضوع الخاص بالبيت المسيحي دكتور نبيل مرة تانية أهلا وسهلا بك أهلا بك أخت مر آه شكرا عشان الوقت الأول من الحلقة وتغطيتنا الأجزاء كبيرة المقصود بالبيت المسيحي إيه وإيه بعض المبادئ الكتابية اللي بيبنى عليه هذا البيت لكن اتكلمنا عن دور من أهم الأدوار دور الزوجة قلنا الزوجة الرائعة اللي على قلب الرب اللي نفسي النهارده كل زوجه تعيد حساباتها لو ناقصها جزء من الاجزاء اللي اتكلمنا فيها تشوف انا ازاي انمو اتغير اتطور في الجزئيه دي، قلنا الخضوع لاحترام الحب ويجي بقى عن يعني عايز اقول بقى دور العملاق اللي بنتوقع ان هو يشيل الدنيا ويسند الدنيا ويقدر يقود ويحب ويرعى ويسدد الاحتياجات الزوج. ما هو دور الزوج وما هي برضه مسؤولياته في بناء هذا البيت شوفي حضرتك لو اتكلمنا على الدور فالدور واضح هو القياده لكن المسؤوليات الحب رائع يعني انا دوري ايه ان انا اقود لكن اللي المفروض اتشغل بيه واهتم بيه ويعني يعني اخد بالي من نفسي فيه هل يا ترى انا بحب مراتي بجد ولا لا؟ هل انا بعبر عن محبتي ليها باحترامي ليها باكرامي ليها بالاستماع ليها بمعرفه احتياجاتها بالاجتهاد في تلبيه هذه الاحتياجات حتى ان انا ما استناش لغايه ما تقول لي انا محتاجه لايه؟ دي المحبه المحبه اللي بيعلمها لنا الكتاب المحبه اللي هي مختلفه البازلة. تماما عن عن توجهات العالم حتى نعم. في المحبه يعني عايز اقول لحضرتك العالم بيركز على المحبه العاطفيه نعم. اللي هي لا يمكن ان يعتمد عليها ولا يمكن تبني بيت المحبه الحب من النظرة الاولى الحب الناتج عن اعجاب واحده بسبب شكلها بسبب شهادتها بسبب عيلتها بسبب ما اعرفش ايه كل الكلام ده بيتهاوى بينهار اول قدام اول امتحان بيتعرض ليه نعم. لكن المحبه اللي بيتكلم عنها الكتاب النموذج والمثال بتاعها ايها الرجال احبوا نساءكم كما, كما احب, أحب المسيح, المسيح ايضا الكنيسه, الكنيسة وأسلم, واسلم نفسه, نفسه. لأجله نعم. العالم ايه المبادئ اللي بتحكمه الثقافه المنتشره في المجتمع اللي احنا عايشين وسطيه يقول لك ايه انا هاخد منها ايه؟ البنت دي جميله قوي البنت دي من عيله اهلها يقدروا يساعدوني للحصول على وظيفه اهلها يقدروا يساعدوني على ان انا ابقى قيمه في المجتمع أه يعني أه يعني هستفيد من وراها ايه؟ افكار انانيه إيه بالظبط أه واحد بيركز على شكل المراه وجمالها واحد بيركز على عيلتها واحد بيركز على اموالها واحد بيركز على شهادتها واحد بيركز على حاجات كتيرة كل التفكير بتاعه أنا هاخد منها إيه وإيه كمان آخد ثم آخد ثم آخد لما يجي لأي سبب من الأسباب الأخذ هيتأثر المحبة تتهاوى أو اللي كان بيظن الإنسان إن ده حب بيتهاوى ولو ولو فلسفنا أو يعني بلاش كلمة فلسفنا دي لو ركزنا بعمق على كلمه المحبه المرتبطه بالاخذ هي انانيه وليست محبه بالزبط. لان انا بدور على نفسي مش بدور على الشخص اللي انا عايز ارتبط بيه بدور على المصالح او الفوائد التي ساجنيها من وراء هذا الارتباط ودي مش محبه على الاطلاق يعني ارتباط مبني على الاخذ فقط في مستوى احسن من كده بشويه يقول لك الحياه اخذ وعطاء يعني هي مثلا هتديني ايه وانا كمان هقدم لها ايه؟ لو اديتني اديها. لا برضه دي مش المحبه المسيحيه. لكن المحبه المسيحيه هي العطاء الاختياري المتبادل. نعم قرار إرا... ارادي من بالعطاء نعم. وليس تفكير في الاخذ على الاطلاق. يعني اللي بيسبب متاعب كثيره في البيوت المسيحيه للاسف اللي بتحصل وسط ناس مؤمنين بيروحوا الكنيسه وعندهم الكتاب المقدس في ايديهم وبيقروه نعم. ان التوجه بتاعهم من البدايه خاطئ محتاج لتصحيح فالمسيح فال ال له كل المجد المبدا هذا المبدا مهم جدا في كل مجالات الحياه مغبوط عنده العطاء اكثر من, من الاخذ من نعم ف يعني لو أي شاب أو أي زوج بيسمعنا دلوقتي، أي شاب بيفكر إنه يرتبط أو أي فتاة بتفكر إنها ترتبط محتاجة إنها تتبنى هذا المبدأ، أي زوج متزوج وأي زوجة متزوجة محتاجة إنهم يصححوا مفاهيمهم القديمة ويتبنوا هذا المبدأ الإلهي الذي يضمن النجاح والسعادة والاستمرار. ايه <applause> هو العطاء؟ العطاء التلقائي يعني أنا لما بفكر كشاب عايز ارتبط بدل ما افكر انا هاخد مين عشان ايه؟ أفكر وأصلي وأقول له يا رب رتب لي إنسانة أقدر أسعدها. رتب لي إنسانة أقدر أساعدها. رتب لي إنسانة يا رب أكون سبب بركة ليها ولأهلها ولعيلتها. شفت الفكر يختلف ازاي؟ الفتاة تفكر بهذه الطريقة وتطلب من ربنا مش تقول له يا رب ابعت لي عريس لقطه، عريس غني، عريس من عيله، عريس مش عارف ايه، لا بتفكر ازاي بتقول له يا رب رتب لي واحد انت تعينه لي عشان اكون سبب بركه ليه، عشان انا اسعده، عشان انا اخضع ليه، عشان انا احترمه، عشان انا احبه. عشان انا اكون سبب لنجاحه. ده موضوع في منتهى الاهميه. وده التعبير البسيط الدارج عن المحبة المسيحية هي حب العطاء وليس حب التملك أو حب الأخذ أو المنافع المتبادلة اللي هي الدنيا أخذ وعطاء فأتمنى من كل قلبي أن المفهوم ده بتاع المحبة يوصل لكل, لكل رجل ولكل زوجة أيضا فأيها الرجال أحب مقياس المحبة أو نوعية الم... بلاش مقياس نوعية المحبة من صنف محبة المسيح للكنيسة الراجل بيقول لك أنا, أنا رأس المرأة يا أخي العزيز ما أنت المسيح رأس الكنيسة لكن أحبها وأسلم نفسه من أجلها يبقى ما كانش من وراء المحبة بيدور على الفايدة اللي هتعود عليه لكن بيدور على مصلحة الكنيسة على الخير اللي هيعود للكنيسة لكن مع الوضع في الاعتبار ان الراجل اللي بيحب امراته من صنف محبه المسيح للكنيسه مش ممكن يحبها من صنف المحبه الا لما يكون له الاول علاقه بالمسيح مصدر الحب الحقيقي والا لما يكون المسيح هو سيد على قلبه وممتلك حياته والا لما يكون الروح القدس جواه يظهر ثماره اما ثمر الروح فهو محبه <applause> فاذا ال 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 المحبه الهيه المنبع والمصدر والمحبه التي من الله سكبت في قلوب المؤمنين بالروح القدس المعطى وعلى كل زوج مؤمن وكل زوجه مؤمنه انهم ياخدوا بالهم ان المحبه مش حاجه اختياريه دي ده امتحان الرسول يوحنا حطه في الرساله الاولى والاصح الرابع كبرهان ودليل على ان انا مؤمن او مش مؤمن. يعني بيقول الرسول يوحنا في اصحاح بعدة سبعه ايها الاحباء، هنا بيخاطب كل العيله بيخاطب الراجل والست والاولاد والشيوخ وبيخاطب الكل لنحب بعضنا بعضا لان المحبه هي من الله، المصدر جاي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. يعني الدليل على ان انا اعرف الله ان انا بأحب بأحب بصفه عامه طيب ومن لا يحب لم يعرف الله من لا يحب لم يعرف الله لم جازمه يعني ما دامت انا وصلت للمرحله اللي فيها بكره مراتي فتأكدي بحسب كلمه الله انا لم اعرف الله مش كلامي انا. لا ده كلام بيؤكد عليه الكتاب وكلمه الله. بالضبط نعم. ومن لا يحب لا يحب الان. مه. ها بعدم محبته الان يبرهن ويدلل على انه لم يعرف مه. لم يعرف الله. ليه كده؟ يقول لان الله محب. نعم. يبقى انا اذا كزوج ماليش عذر على الاطلاق اقدمه علشان يعني ابرر بيه عدم محبة لمراتي. إنها خايبة، إنها مش شاطرة، إنها مهملة، أنا مش بشجع الخيابة أو الإهمال أو عدم الاعتناء بحاجة الزوج أو عدم الخضوع أو عدم الاحترام. لأ، الكتاب إحنا اتكلمنا عن دور الزوجة في الجزء اللي فات، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم عن دور دور الرجل، مسؤولية الرجل. دورك إنك تقود بس تقود إزاي؟ مش تقود بالديكتاتورية أو بالتسلط. أو تقود بالإهمال لكن تقود بالحب المسيح أحب الكنيسه وأسلم نفسه من أجلها بس واحد مثلا بيسمع دلوقتي يقول يعني أنا لما أعمل كده لمراتي هي تستفيد من محبتي وأنا أطلع على من غير ولا حاجه لا ما العائد بتاع محبتك لمراتك أنت أكتر المستفيدين وأول المستفيدين من لاني المسيح لما احب الكنيسه اهتم في محبته لها بانه يقدسها وانه يطهرها وكمان في الاخر يقول يحضرها لنفسه لا. كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك فانا باخد التطبيق يعني اي استثمار هتحطه في بنك محبتك لمراتك انت اكتر واحد هتاخد اعلى عائد من وراه ببساطة جديد يعني انا نفسي كل زوج يسمعني دلوقتي او بيشوفنا يفكر في هذا الكلام انت لما تحب مراتك وتحترمها انت لما تحب مراتك وتكرمها انت لما تحب مراتك وتراعي مشاعرها انت لما تحب مراتك وتحط من اولويات اهدافك انك تسعدها مش انك تعكنن عليها انت اكتر واحد هتاخد هتفيد. من مراتك احلى واعظم واهم حاجه انت بتتمناه يعني يعني بعض الرجاله يعني للاسف الشديد يميز محبته الوالديه عن محبته لمراته يعني يعتبر ان دي نوع من الجدعنه او الشطاره ان يحب والديه اكتر من يحب مراته لا ده مش صح الكتاب ما علمناش كده الكتاب اللي علمنا ان الابن يكرم اباه وامه، الكتاب علمنا ان الزوج يكرم امراته معطينا اياهن كرامه كالوارثات معكم ايضا نعمه الحياه لكي لا تعاق صلواتكم. كمان هدف الراجل المسيحي المؤمن اللي المسيح جوه قلبه مش انه يعكنن على مراته لكن انه يسعدها. يعني حضرتك في في سفر التثنيه الكتاب اتكلم على على مسؤوليه الراجل من ناحيه مراته إن انه انه يسعدها يسعدها يعني يخليها يخليها فرحانه في في العهد الجديد يقابل الايه اللي جت في سفر التثنيه ان الراجل مسؤوليته يعني شوفي لما كان بينظم لهم الكتاب موضوع الدخول حتى للحرب قال ان اذا تزوج رجل بامراه فالسنه الاولى ما يطلعش يحارب يقعد السنه دي في البيت مع امراته اللي اتجوزها طب ايه الهدف يا رب يقعد مع امراته ليه في في البيت آآ 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 بعد ما اتجوزها يقول عشان يسعدها عشان يسعدها في العهد الجديد يقول لنا ان الرجل المتزوج يهتم في مال العالم كيف يرضي امراته يعني ايه يرضي امراته يعني يسعد امراته يدخل السرور الى قلبها طب يعني ايه يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته يعني انا كراجل قبل الجواز حاجات كتيرة خاصة بالستات ما افهمش فيها ولا تشغل بالي انا مثلا دخل اشتري حاجة عمري ما هوقف قدام ملابس للسيدات او حاجات خاصة بالسيدات مش دي مش موضوع مشغوليتي لكن بعد ما اتجوزت وعرفت ايه احتياجات مراتي والحاجات اللي لو انا جبتها تبسطها ابتديت اهتم ان انا اعرف الحاجات دي ولا سيما لما ابقى لوحدي. فادور على الحاجه اللي انا عرفت واتعلمت من خلال علاقتي بيها ان الحاجه دي تبسطها، ادي عباره معنى عباره يهتم فيها ما للعالم، يعني ايه؟ اكله معينه بتحبها، لبس معين بتحبه، فسحه معينه بتحب تروحها، انا دي احطها في الجدول بتاع اهتماماتي لان انا عرفت ان الحاجه دي بتسعد مراتي يهتم في مال العالم كيف يرضي امراته وبرضو المراه المتزوجه بتهتم في مال العالم كيف ترضي رجلها يعني المسؤوليه هنا متبادله الزوجه من ضمن همها او اهتمامها انها تسعد زوجها وان الراجل من ضمن اهتماماته انه يسعد زوجته المحبه تخليني احط الكلام ده في بالي وأطبقه في الحياه العمليه حاجات بسيطه تبدو انها بسيطه لكنها مهمه جدا ولا سيما لاي زوجه هي بتستقبل الرسائل تعبر عن المحبه بطريقه تختلف عن الطريقه اللي الراجل بيستقبلها بيها فانا بما ان انا رسول بطرس يقول ايه للرجال زي احنا اقتبسنا الجزء الخاص بالنساء يقول كذلكم ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع 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 الاناء النسائي كالاضعف اه يعني ايه كونوا ساكنين بتاع بحسب الفطنه يعني انت اي زوج او اي راجل مفروض يعرف اه اه يعني اه 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 تكوين المرأة، يعرف شخصية المرأة، يعرف مبادئ عامة عن المرأة لأنها تختلف عنه كراجل، لكن بصفة خاصة يعرف كل حاجة مرتبطة بشخصية مراته. أنا أعرف مبادئ عامة عن كل النساء، لكن بالنسبة لي أنا لي زوجة واحدة، مفيش غيرها، هي شريكة العمر، هي أليفة الحياة، هي اللي هتقعد معايا العمر كله، هي إمرأة عهدي، يبقى أنا مطالب كراجل مؤمن ان انا ادرس واعرف شخصيتها، اعرف ايه الحاجات اللي تبسطها والحاجات اللي تزعلها، اعرف ايه الحاجات اللي تفتها والحاجات اللي تضرها، وانا مسؤول ان انا اوفي هذه الاحتياجات، يبقى اذا المحبه اللي بيتكلم عنها الكتاب من جهه مسؤوليه الرجل من ناحيه زوجته، تطبيقاتها عديده جدا، تطبيقاتها متنوعه يعني يعني بتدخل في ادق تفاصيل الحياة اليومية أعبر عن محبتي لمراتي بكلمة بالسؤال عنها بالاهتمام بيها أن أنا زي ما قلت من شوية ما استناش لما تقولي أنا عايزة إيه أنا أعرف لأن الرأس مفروض يعرف كل ما يدور في الجسد لما الكتاب يشبه الرجل بالرأس والمرأة بالجسد عايز يوصل لنا فكر مش مجرد علاقة عضوية لكن علاقة روحية علاقة إنسانية مركز الاحساس موجود في الرأس مركز التفكير موجود في الرأس يبقى المفروض الرأس مش بس قياده لكن الرأس مسؤوليه انه يشعر باحتياجات مراته والراجل اللي ما بدافع المحبه ما بيوفيش ويلبيش احتياجات مراته هو اللي هيتحب وبعد كده بيشكي yeah. خلينا قبل ما نتنقل لفكره انه هو بيجني عدم تقديم المحبه او عدم اشباع هذا الاحتياج لدى زوجته خلينا نقول يا دكتور وكاني حضرتك بكلامك الرائع اللي كلمته انه دي محبه عمليه مش بنقول لك حب لكن ما فيش تعبير عن الحب لا في جوانب عمليه تقدر من خلالها تقول انا بحب محبه عمليه ولما حطينا المقياس او حضرتك سميته نوع المحبه صحيح. اللي احبها المسيح للكنيسه كانت محبه عمليه جدا. صحيح. ما راحش قال كلمات مجرد كلمات وقف عند الكلمات، لكن عمل ايه؟ بذل نفسه من اجل الكنيسه، احب الكنيسه حتى الموت. صحيح. فلما بقول النهارده احب محبه عمليه مش بقول حب محبه كلاميه، ولو اني الكلام والتعبير بالكلام مطلوب جدا. صحيح. ولكن ازاي تتنقل محبتنا من محبه كلاميه الى محبه عمليه آه. في مراحل اسمى. تأخذني ناحية حياة أفضل متشبها بالمسيح. لا نحب فقط بالكلام. نعم. لكن نحب أيضا بالعمل والحق. نعم. والمسيح عبر عن محبته بالكلام. قال لا وليس لأحد حب, حب أعظم, أعظم من هذا. من هذا. لكن يضع كمان. أحد نفسه. من لأجل أجل أحبائه. أحب ولكن ترجم هذا الكلام الرائع والجميل جدا إلى تطبيق عملي. فإحنا نعم. برضه في مجال العلاقات الزوجية. نعبر بالكلمات عن المحبة عن التقدير عن الاحترام عن الإكرام عن المديح نعم بال حضرتك عن تخصيص وقت للكلام مه. يعني مرات كثيرة الست تحب تقعد مع جوزها تتكلم معاه هي يعني عايزة تعبر عن اللي جواها فلو جوزها اهمل كلامها مش بيعبر عن المحب نعم او ما سمعش حتى بالزباط. لو الكلام الكلام اللي بتقوله هو عارفه لا. لكن لانه بيحبها يصغي اليها بكل اهتمام ويشاركها في كلام يعني أ أ أ أ افتكر عباره قريتها جميله جدا قال ان في البيت المسيحي الزوج المؤمن والزوجه المؤمنه يخصصان وقت للكلام مع الله. م. الزوج يتكلم مع الله والزوجه تتكلم مع الله اللي هي الصلاه. احنا الصلاه المسيحيه انا بتكلم مع ربنا لا. وبسمع صوت ربنا. الزوج يعمل كده والزوجه تعمل كده، لكن يخصصان معا وقت للكلام بعضهما مع بعض. يعني زي ما بخصص وقت اصلي فيه اتكلم فيه مع الرب، اخصص وقت اتكلم فيه مع مراتي وهي كمان تتكلم معايا ولما ربنا بيدينا اولاد نضيف جزء تاني من الوقت نخصصه لإحنا احنا الاثنين نتكلم مع مع اولادنا ونسمع ليهم دي من ضمن التعبيرات عن المحب ان انا يعني ما اعتبرش ان ده وقت ضايع زي طريقه تفكير ناس موجودين في المجتمع ثقافه اجتماعيه اروح اقعد مع اصحابي على القهوه واهمل مراتي في البيت واعتبر ان يعني هتقول لي ايه لا دي كل كلمة بتقولها ليها احترام وليها تقدير بغض النظر انت هتقبل بكلامها او مش هتقبله لكن لان دي مراتك وانت بتحبها فتعبر عن محبتك ليها انك تخصص وقت للقعدة معاها وكمان تسمع ليها وهي تسمع ليك المقياس الاسمى، المقياس الراقي، المكي المقياس اللي هو فيه التحدي النهارده شخص المسيح وحبه للكنيسة، قلنا أحب محبة عملية ولما احب محبه عمليه مشي كل المشوار اسلم نفسه من اجل الكنيسه وكلمنا على جوانب كتير عمليه في التعبير عن الحب والاهتمام من قبل الزوج للزوجه ولكن لما احب المسيح يا دكتور الكنيسه احبها حب غير مشروط صحيح ازاي النهارده يمارس هذا الحب الزوج لزوجه ربما عنيده غير قاضعه بتسبب مشاكل كتير مزعجة زي ما قلت للزوجة اخضعي حتى مع الشخص المزعج المتعب اللي يمكن بيهينك ويأذيك ويأذي مشاعرك لكن الله بيطلبك تخضعي النهاردة نفس الكلام المسيح لما أحب أحب حب غير مشروط إزاي النهاردة حب الرجل يكون ثابت ودائم رغم كل عايزه اقول مشاكل وظروف وزوابع الحياه اللي زي ما حضرتك بدات تتعرف الحب ان ما هوش مشاعر متقلبه مع الظروف تتغير لا ده حب ثابت لا يتغير لا يتغير بظروف او وضع الطرف الاخر ولا باسلوب ولا رد فعل الطرف الاخر ولا عطاء الطرف الاخر ازاي الحب الغير مشروط من الرجل للمراه ايا كان وضعها شوفي حضرتك هو فيه نوعين من المحبه او الحب وسط الناس النوع الاولاني بالمشاعر ان اللي هو ايه أخذ وعطى لو انا من طول ما انا مستفيد انا هقدم حب لكن احنا قلنا هي رغبه وسرور في العطاء المتبادل بس ده عايز بالاراده ده المهم انا انا بحب نعم. مراتي ليه مش لاجل كذا وكذا وكذا لو وقع شرط من الشروط امال أم حضرتك بتحبها خلاص. ليه نعم دي مراتي ازاي تبقى دي مراتي ومحبهاش طب ما هو يعني بلاش الحاجات اللي انت قلتيها اللي ممكن تظهر في اي واحده ست السلبيات طب ما انا مثلا مراتي بتكبر بتكبر بتمرض بتصاب بمرض بالظبط اشكرك عشان قلت كده بتصاب بمرض يعوق العلاقه كزوجه كل حاجه هل الحب يتغير يا دكتور هل يتهز هل يتقاعس الشخص عن تقديم ولا انا شكرا عشان قلت الكلام ده يعني فعلا انا ما كانش يعني في دماغي اقول لكن بالعكس ان لما بتكون في حاله الضعف ده لو هي مريضه لو هي تعبانه لو هي بتعاني من امر نفسي كنا في الحلقه اللي فاتت بنتكلم آه. عن بعض الاضطرابات انا بيتهيالي هي محتاجه حب مكثف بالظبط مش حب الطبيعي بالعكس بالزبط. حب مكثف لو مريضه محتاجه حب مكثف لو مش قادره تحبني محتاجه حب مكثف لو مقصره في حقي محتاجه حب مكثف، ده بيلزمني كطرف اخر بالحب المكثف اضاعف حبي تجاه الشخصيه اللي هي اقدر اقول مش سويه او بتخوض في امور ربما غصب عنها. هجيب لحضرتك مثل من داخل الاسره برضو ايوه. آه احنا لما حد من اولادنا آه سواء صغير او كبير اتعرض لمرض. يا ترى محبتنا ليه بتقل ولا بتزيد؟ هي المحبه ثابته بس التعبير عن المحبه yeah. اللي بتخلينا نتحمله بتزيد اكتر في ضعفه بالظبط مظبوط؟ الخوف عليه والسهر عليه والاهتمام بيه والاهتمام بان احنا نجيب له ادويه وان احنا نديله له ادويه وان احنا نراعي الاكل والشرب وكل الحاجات اللي محتاج لها وهو مريض بتزيد اكتر طب ليه بتزيد؟ لان احنا بنحبه فاذا حضرتك مش السلبيات اللي ممكن تكتشف في شخصية اي زوجة تكون مبرر لان محبة الزوج تضعف او تبرد بالعكس ده يحط عليه مسؤولية اكتر انه يحبها اكتر واكتر علشان دي الطريقة الوحيدة الامنة اللي تخلي مراته ترجع تسترد عافيتها النفسية او الروحية او الجسدية مرة تانية واحنا في الحياة المسيحية الزواج دائم وليس زواج مؤقت بالظبط الحب فيه ايضا دائم يعني ديمومه الزواج يقابله ديمومه المحبه من جانب الرجل وديمومه الخضوع من جانب المراه. ونتيجه لان دكتور ده امر كتابي زي ما امر المراه بالخضوع امر الرجل انه يحب ما طلبش منه يعني عايز اقول حاجات كتير يمكن انا بشوف انه انه يحب اصعب من الخضوع الخضوع هتخضع بس لكن انه يحب ويبذل مجهود انه حبه يبقى ثابت وانه حبه ما بيتغيرش وانه حبه مستمر وانه حبه عملي ويحافظ على مستوى حبه رغم اي مشاكل وزوابع تحصل انا بحس ده معناه يعني امور يعني عايزه مجهود لاني مثلا بنسمع بعض في بعض الحالات المشهوره تقول الزوجه انه في حاله حاله فتور في الحب ما بقاش يعبر عن محبته، ما بقاش يقدم الحب اللي كان، ما بقاش يعبر عن انه الشخصيه مراته مرغوبه فده يعني ده بيشكل ايه على الزوجه يا دكتور؟ مش بس انه مش قادر يحب لا ده هو نتائج عدم حبه بيعمل فواصل وجدران بينه وبين زوجته لانه بيفهم غلط يمكن مضغوط يمكن في شغله يمكن عنده ظروف خاصه يمكن هو بيعاني من اي امر وانا النهارده بقول له لا انت لازم في كل الظروف تحب لانه يمكن ده بيوصل رسايل غلط للطرف الاخر بصي يعني حضرتك باعتباري انا راجل بأمثل او مختبر مشاعر الرجال yeah. برضو حضرتك لمستي حاجات عمليه جدا mm -hmm. طريقه تفكير الراجل ومواجهته لظروف الحياه المختلفه احيانا تبقى ضغط عليه واصلها مش تمثيليه انا مش بحاول yeah. ان انا اتظاهر او اقول عبارات يعني مش بقوم بدور عبارات مش حقيقيه بالزبط. لمجرد ارضاء الطرف الاخر على الزوجه هنا اللي يفيد ويمنع سوء الفهم او توصيل رسائل غلط بين الطرفين في حاجه مهمه جدا في البيت المسيحي اللي هي السلوك في النور نعم. او العباره الانسانيه العاديه الشفافيه والوضوح مه. يعني كل حاجه عن مراتي انا عارفها مش بس عارف نقط القوة التي فيها أو التي عندها، وأعرف أيضاً نقط الضعف. أعرف متاعبها الطبيعية اللي بتحصل واللي بتتعرض ليها أي ست. في في سواء مراحل الحياة المختلفة أو من شهر إلى شهر. فأنا لما أكون متفهم، أدي يكونوا ساكنين بحسب الفطنة، إن مراتي الحالة المزاجية والنفسية بتاعتها مش ثابتة طول الشهر. يعني نتيجه بعض التغيرات الهرمونيه في مع... وقت معين ف... هي بتعاني نعم. هي بتحبني وهي بتقدرني وهي بتحترمني هي مش قادره تقوم من على السرير مش لان احترامي عندها قل نعم. لكن لان عندها ظروف معينه انا المفروض كزوج اكون عارفها وانا اسارع بقى اعبر عن محبتي ليها في ضعفها واجر عليها اقول لها لا خليك انا يعني عارفك انك تعبانه انا مثلا هعمل لك القهوه او انا هجيب لك الشاي اللي عندك الست برضو لما يكون فاهمه ظروف جوزها نعم فاهمه طبيعه عمل والضغوط اللي بيتعرض ليها لما تكون ملمه بالحاجات اللي بتحصل في المجتمع ولا سيما في الايام اللي احنا فيها اللي الناس كلها بتعاني وبتشكو من زياده مطالب الحياه وقله نعم. الدخل فالراجل بيبقى مهموم لان هو عارف ان المسؤوليه الاولى اللي عليه انه يوفر احتياجات البيت الاحتياجات الماديه طبعا. مش بس الاحتياجات النفسيه طبعا فاذا الست مش هتستقبل في الحالة دي الرسالة غلط وطول ده أهملني أو ده بطل مثلا يعبر عن محبته يبدو أن محبته ضعف لا هتقول أنا عارفاه أنا معشره وعارفاه هو أكيد في حاجة معولها الهم أكيد حاجة مضايقاه بس الست دي لأنها ست حكيمة هتقرب منه أكتر نعم وتقول له خلاص أنا عارفاك أنك أنت متضايق وتعبان بس انا عايز أديلك فرصه لما تلاقي نفسك كده رقت وبقيت كويس نفسي اتكلم معاك شويه الراجل هيقدر جدا هذا الكلام من مراته وفعلا يسارع اول ما يلاقي الضغط النفسي او الحاجه اللي كانت تعباه فكت يبدا يعبر لها عن محبته في الحاله دي مش هندي للظروف نسمح لها انها توصل لنا رسائل غلط على ان المحبه فترت او ضعفت. فالشفافيه والوضوح والصراحه بين الزوجين والعشره بتخلينا نبقى فاهمين ان في ثبات في مبدا جوزي عايش على مبدا انه بيحبني لان انا مراته وانا بصحه بيحبني وانا مريضه بيحبني وانا عندي اولاد بيحبني وانا من غير ما اجيب اولاد هو بيحبني لان هو شخص مسيحي وبيحبني بمحبة الله اللي في قلبه المحبة غير المشروطة زي ما حضرتك قلتي والمحبة المستمرة والدائمة ستة. نعم محبة ثابتة لا تتغير ومحبة غير مشروطة كلام حضرتك كمان رائع جدا أنه أنا عايزة أركز على اللي حضرتك قلته في فكرة أنه أنا كمان لازم أدرك وأكون مصدقة أن زوجي بيحبني لأن في بعض الشكاية بتبقى من إبليس أو من أطراف تاني تحاول تزن في ودننا انه يعني لا يعني في ازواج افضل وهو يقدر يعمل افضل وهو يقدر يكون احسن وهو يقدر يبذل مجهود اكتر عشان يكون في دخل اكتر خلينا على قد ما نقدر والكلام دا يمكن يعني اشكرك عشان حضرتك نوهت لي انه وانا ما عنديش اولاد هو بيحبني رغم ان مش ما عنديش خلف وما عنديش آه. ابن وانا مريضه بيحبني وانا تعبانه بيحبني وانا شكلي مش حلو بيحبني وانا عجوزه بيحبني لأن الحب عنده قرار إرادي خ... ساعة ما قرر يرتبط هو قرر يحب فده يشيل أي مخاوف أي وساوس أي أفكار من إبليس بتتحط في نفوس بعض الزوجات إنه لأ أنا بدأ جوزي ما يحبنيش تقريباً معاملته كده بتأكد إن في حياته ست تاني أو أو وندي مساحة لإبليس يدمر عمرنا وحياتنا ويبقى الزوج إيه مهموم عشان عنده مشكلة تبقى الزوجة مهمومة لأنها بتعاني بفترة معينة أثناء الشهر تغير هرموني معين سبب اضطراب في نفسيتها وأنا فاهم رد فعلها غلط حضرتك قلت مفتاح حلو فهم الآخر فهم طبيعة شريك حياتي هيقرب المسافات ومش هيحط يعني فجوة بينا ما بين بعض لكن بالعكس كل طرف هيروح للتعبان مش هيستنى أنه التعبان يجيله وده يمكن يأثر علينا مسافات في اضطرابات في علاقات احنا غنى عنها وما نديش مساحة لإبليس إنه ياخد راحته في وسطينا من خلالها. طيب، ماذا عن أمور تانية يا دكتور؟ الحب. آه. الحب فالحب فالحب، بنؤكد على الزوج، الحب آه يعني عامل كبير في صحيح. دورك ومسؤوليتك تجاه زوجتك. الحب بحسب مفهوم الكتاب المقدس يبان في الاحتمال. نعم. يعني بمعنى يا دكتور؟ المحبة تتأنى وترفق. المحبة تحتمل كل شيء. المحبة تصدق كل شيء. فيعني لو انا عندي محبه مسيحيه حقيقيه هطول بالي على الطرف الاخر شريك حياتي يعني ما خربتش الدنيا أني حصل تقصير او حصل اهمال لا. او حصل حتى عدم خضوع في موقف لا اطول بالي اتانى يعني اطول بالي لا. اترفق يعني ايه يعني اكون شخص مساند ومدعم ومشجع لا. في وقت الضعف مش شخص يشير باصبع الاتهام yeah. وكاني بتشفى بعباره او بتصرف يدل على عدم الترفق يعني شوفي كلمه الترفق دي يعني المسانده والتشجيع والمحافظه على الشخص في وقت ضعفه نعم. وفي وقت حزنه yeah. فاكره حضرتك داود كان عنده ولد اسمه ابشالوم كان ولد mm -hmm. وحش قوي 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 nah. لكن لان داود بيحب ابنه ابشالوم وابشالوم ده قد ثورة ضد ابوه mm -hmm. آه قال لقاده الجيش بتاعه لما تلاقوا ابشالوم ترفقوا بيه yeah, استخدم العباره دي بالظبط اه نعم. ترفقوا بالفتى ابشالوم yeah. يعني مش عايز ينتقم منه mm -hmm. فبرضه احنا في علاقتنا في داخل بيوتنا المحبة من جانب الزوج لمراته نترفق بيها حتى لو أثرت أو غلطت واحد يقول لك دي كده هتاخد هتولف على الإهمال لا صدقني دي هتعتبرها لك جميلة ومش هتنسىها لك وهتجتهد أكتر أنت لو عنفتها أو وبختها أو اتعاملت معاها معاملة قاسية هتعتبر ان انت جازتها على الخطا اللي عملته لكن لما انت تترفق بيها مش هتنساها لك العمر كله وهتحرص بعد كده كل الحرص على ان الحاجه دي ما تتكررش مره تانية وبعدين الثقه المتبادله المحبه تصدق كل شيء يعني لو الثقه مهزوزه هيبقى البيت المحبه مش مشوشه والخضوع مش مريح وكل حاجه تبقى مش مظبوطه عشان كده من ضمن الصفات الجميله للمراه الفاضله يقول لنا عنها الكتاب بها إيه يثق, يثق قلب زوجها. قلب زوجها فلا ده. يحتاج الى غنيم. غنيمه فاتمنى من كل قلبي ان كل زوجه مسيحيه تكون جديره بثقه زوجها بها يعني تراعي عرفت شخصيته وعرفت الحاجه اللي بتضايقه عرفت الطريقه اللي يحب يدار بيها بيته في غيابه او في وجوده فتكون حريصه على نعم. انها تنال ثقته وده هيبقى بسبب بركه ليه مه. المحبه ما تخليش الواحد يخون. رائع. دي رائعه. نعم. ما فيش حاجه اسمها حب وخيانه. نعم. يعني الخيانه الزوجيه تدل مش بس نعم. على ان ربنا مش موجود لكن كمان ما فيش حب. نعم. موجود في داخل البيت نعم. فالخيانة والحب ما يمشوش مع بعض زي الانانيه والحب ما يمشوش مع بعض نعم. ففي حاجات كتيره لو حصلت ما اقدرش اقول اني بحب بالظبط yeah. بالظبط مفيش حاجه اسمها امراه ثانيه نعم. حتى مجرد افكر فيها نعم. ولا اهتم بيها ولا اتواصل معاها وما الاقيش وقت ان انا اتكلم مع مراتي نعم. ده عباره عن ناقوس خطر نعم. عباره عن اشاره حمراء بتنور قدامي كراجل اخد بالي منها ونفس الوضع بالنسبه للست الست اللي بتحب جوزها ما فيش حاجه اسمها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه الشاتنج الفيسبوك الكلام دوت اللي احنا بيستهلك وقتنا وبيستنفذ نفسيتنا وبيبقى على حساب بيتنا فبرضو دي من ضمن الحاجات اللي ناخد بالنا منها حديثه لكنها خطيره لكن قاتلة. جدا في داخل البيوت المسيحيه نعم اعتقد يعني دي الحاجه العمليه اللي يحب مراته لا. بيحب نفسه يعني العائد والمردود زي ما قلنا اعظم هم. استثمار يعطي اعلى عائد هو انك تحب مراتك العائد ده حضرتك كزوج انت اكبر المستفيدين منه طبعا الاولاد هيستفيدوا لكن الزوج قبل الاولاد في الاستفاده من عائد الحب للزوجه وكمان محبة الراجل لمراته اللي, اللي بيحب مراته بيحب جسده يعني أظن ما فيش حد فينا بيحب يقطع جسد المحبة في الكتاب من الناحية الإيجابية قلنا تضحية تفضيل الزوجة على احتياجاتها عن احتياجاته التعبير عنها بالكلام التعبير عنها من الناحية العملية بتخلي السعادة إلى قلبها توفير الاحتياجات وتزديرها تسديدها توفير الامان للمراه ده مهم نعم يعني اي ست في الدنيا ودي من ضمن الاسباب ليه ربنا ما حطش المراه في دور القياده لان هي عايزه اللي يشعرها بالامان طبعاً تحتاج للامان الراجل مسؤوليته انه يوفر الامان ويسدد الاحتياج الست محتاجه للاثنين محتاجه لتسديد الاحتياج ومحتاجه لان جوزها يوفر ليها الشعور بالامان لانها اناء اضعف اقل حاجه تخوفها اقل حاجه تعاولها الهم فمين اللي يطمنها ومين اللي يشجعها ومين اللي يديها شعور بالامان جوزها دي مسؤوليته دي مسؤوليته نعم فدي من ضمن الحاجات في حاجات سلبيه ما تمشيش مع المحبه انا قلت الخيانه نعم قلت الانانيه, الأنانية. لكن كمان ما فيش محبه وقسوه في كلوسي ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن يعني اه انا في حاجات حصلت منها مزعلاني بس ما ينفعش وانا بحبها واقول بحبها فعلا واقص عليها ما ينفعش وكمان آه ما فيش حاجه اسمها محبه وبغضه لا ازاي مستحيل هذا يجتمع آه مع ذلك فانه لا يبغض احد جسده قط بل يقود ويقود ويربيه يعني يوفر لي احتياجاته النفسيه والماديه ايضا فدي الحاجات اللي ذكرها الكتاب عن سواء دور الرجل قياده البيت ليس باسلوب ديكتاتوري ولا اهمال دوره في القياده لكن يقود بالحب ويقود بالنموذج ويقود بالمثال يكون قدوه ويدي صوره جميله عن قياده المسيح للكنيسه رائع وده اسمى شيء آه. انت اخدت المسؤوليه فكون زي سيدك آه. ما تشوهش صوره بالزبط. سيدك في عيون مراتك بالظبط وهنتنقل طبعا وعيون ولادك صحيح يعني خلينا نتنقل يا دكتور لمرحله الولاد بقى ومسؤوليه كل من الاب والام تجاه الاولاد واحنا بنتكلم على البيت المسيحي وقد ايه دي مسؤوليه ليس بسهله عرفنا دور كل واحد منا تجاه الاخر لكن ماذا عن دور الاب والام مع بعض تجاه الاولاد أه قبل ما نتكلم على هي جت فعلا الرابطه اللي هي الجزء الاخير نعم. دخلنا نعم. على الاولاد <applause> افتكرت ايه جميله جدا بتورينا المفهوم الصحيح لدور القياده للرجل من <applause> ناحيه علاقته بمراته <applause> في رساله افسس الله الاول والاعداد الاخيره الله اقام المسيح من الاموات <applause> واجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى في هذا الدهر ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا إياه جعل رأسا فوق كل شيء لكن مش فوق الكنيسة للكنيسة فالراجل مش مش فوق مراته دي مهمة لكن ليها نعم ليها لتلبية احتياجاتها لتسديد أعوازها لتوفير الأمن ليها لتقديم الحب ليها لتقديم الرعاية ليها لتقديم الإكرام ليها لها وليس عليها نعم دي رائعة آه. ما كانش ينفع ما نذكرها آه. <applause> ماذا عن دور بقى كلاهما لل... بالنسبة للولاد اللي عايزة أقول الثروة الوزنة ال... العطية. الرصيد العطية الجميلة صحيح اللي الله يعني منحنا إياها يعني أقول حاجات بسيطة يعني عملية بقابل ناس كتيرة عندها أولاد بيشكوا منها الوالدين بيشكوا من أولادهم yeah. أه بقول لهم طب ايه رايكم لو البيت خلى من الاولاد يبقى البيت حلو يقولوا لا طب طب خلاص يبقى احنا مش عايزين نشكي من اولادنا دي نمره واحد يعني بلاش نشكي منهم يا بلاش لسان حنه فعلا التذمر آه والشكوى المستمره هم هم من اولادنا هم اشقيه وأسكية ومتعبين ما طب ما اي حاجه في الدنيا ما هي سهله صح يعني عايز اقول للي بيسمعونا من ناحيه الاولاد يا جماعه اللي بيربي اي حاجه في اي حته يه. تمنها كلام فارغ صح. بيتعب في تربيتها لا. وبعدين احنا عشان نربي اولاد رجال ونساء للرب وعايزين تبقى الموضوع سهل ده شيء مستحيل ما يحصلش يعني اللي بيربي فراخ او الست اللي بتربي فراخ بتتعب يعني في عشان تكبر فراخ في تربيه اي كائن فاللي يربي اولاده بقى نعم ربي اولادك للرب انت بتربيهم للرب ال ال المبدا اللي الكتاب حطه من جهه مسؤوليه الاباء اللي هي الاب والام من ناحيه اولادهم بيقول لنا في رساله افسس اول حاجه وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره. انا عايز اركز على الجزء الاخير ربوهم بتاديب الرب وانذاره. يقصد ايه وايه المعنى؟ آه يعني الرب ليه مبادئ. الرب ليه مبادئ. المبادئ الاباء عارفينها. عارفين المبادئ الالهيه. عارفين مبادئ الله، عارفين صفات الله، عارفين وصايا الله، عارفينها. فبيقول لما تيجوا تربوا اولادكم خلي بالكم انتم لازم تظهروا الصوره الصحيحه والحقيقيه لابوكم السماوي قدام اولادكم. دي مسؤوليه. باعتبرها آه مسؤوليه بالظبط انتوا لما هتربوا اولادكم بطريقه غلط بتقدموا صوره مشوهه عن للأسف. الاب السماوي فدي ناخد بالنا منها دي طبعا. خطيره جدا يعني انا عايز اولادي اللي ربنا اداهم لي وهم صغيرين يشوفوا فيا صوره الاب السماوي في محبته وحنانه وعطفه ورقته واهتمامه وانشغاله وصدقه وحياته وصدقه الامينه وقدسته وبره نعم. وعدله وكل الصفات نعم. وحبه ادي, أدي ربهم بتاديب الرب yeah. لكن لانهم اولاد عرضه انهم يغلطوا انذار انذار يعني التربيه المسيحيه الصحيحه ان الزوجين يكونوا حريصين على انهم يقدموا صوره صحيحه غير مشوهه عن الله عن الاب السماوي آه عن الرب وسلطانه اللي هم اصلا خاضعين ليه. هنا الرب معناها السيد. السيد له له ان يامر ونحن كلينا علينا ان نطيع. فعلى قد ما احنا بنطيع الرب على قد ما هنقدم صوره صحيحه عن الرب. نقدم صوره عندما نخاف الرب، عندما نخشى الرب، عندما نحب الرب، عندما نكرم الرب. عندما نقدس اسم الرب آه نقدم صورة صحيحة لما أولادنا يشوفونا آه إحنا قدام كل مشكلة بنقعد قدام الرب نصلي ونذكر اسم الرب آه علشان يتدخل في حل مشاكلنا لما مشاكلنا تتحل بنرجع للرب بالشكر اللي اتدخل وحل مشاكل خلي بالك كل ده احنا بنعمله واولادنا بيعملوا ايه بيلاحظوه علينا اكيد بيشوفوا اكتر ما بيسمعوا بالزبط. بنقول اقوال وعبارات رنانه بالزبط. مش قادرين نعيشها بالعكس كل اللي بينطبع في اذهانهم اللي عينيهم بتشو بتشوفنا عايشينه مش الكلام الكتير والنصايح اللي بن يعني بنسردها عليهم يوميا يعني يعني انا مثلا دايما بذكر مثل صمويل وحنا مامته نعم بقول ليه صمويل طلع مصلي ودي مش مني انا ده من الكتاب ده الوحيد اللي قال هذه العباره كيف اخطئ الى الله واكف عن الصلاه من اجلكم اعتبر نعم. يا جماعه انه لما يتوقف إننا... عن الصلاه نعم من اجل هذا الشعب المارد المتمرد الغير مطيع الحائد عن الرب بيخطئ الى الله انه الى الله نعم. يعني افهم كويس قوي اللي قاله يوسف كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله نعم. لكن ده قال كيف اكف عن الصلاه واخطئ يه. الى الله فده حاجه مفزعه مين في ده امه يعني ده عايزه اقول سمه من اجمل السمات اللي يمكن ما قعدتوش وقالت له واحد اتنين ثلاثة لكن عاشت قدامه وصلت وكان شايفها قد ايه امراه مصليه انطبع في حياته بالزارة. ان للصلاه والعلاقه والتواصل الجميل مع ربنا اهميه هو صغير ما كانش يعرف ان ربنا ممكن يتكلم لكن عرف الكلام ده انه يقدر يصلي من 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 خلال ملاحظته لمامته نعم ولما راح الهيكل اتعلم من خلال عالي الكاهن بخبرته ان الله ممكن يتكلم وهو كمان عليه ان يكون مطيع للرب وعالي وجهه قال له لما تسمع الصوت مره تانية قل تكلم يا رب لان عبدك, عبدك سامع فادي نموذج من التربيه ادي نموذج من المسؤوليه يه. يعني عايزين نقدم نموذج للحب الالهي الحب الحب الالهي مش هنقول للاولاد آه آية يوحنا 3 -16 لأنه هكذا أحب الله العالم نعم. لكن هي... هيشوفوا ولادي في قد أنا بحب أمهم نعم. وقد إيه أنا بحترمها وقد أنا براعيها وقد أنا بأكون حريص على تسديد احتياجاتها وتوفير شعور الأمان ليها قد أنا بكرمها قد أنا بمدحها قدامهم أنا بقدم صورة صحيحة عن المحبة وهكذا في كل الأمور في كل جوانب الحياة إزاي حياتنا حياه عمليه بنصور بيها صوره الاله صوره صحيحه غير مشوهه كده بقرب عيالي بعرفهم على هذا الاله اللي عينيهم مش شايفاه عن طريق ما امارسه قدامهم او الحياه الحقيقيه اللي بتنطبع فيهم ونتيجتها اعتقد هتكون اروع نتيجه. واسهل بكتير جدا من ان انا اسمع لاولادي yeah. واقول لهم اعملوا انا مش بعمل. No. يعني آه 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 الطريقه الرائعه والجميله إن أنا بربي أولادي بالنموذج. زي ما الرب يسوع كان بيعلم التلاميذ بالنموذج. ما قال لهمش في البداية يغسلوا رجلين بعض. لكن هو غسل رجليهم وبعد كده قال لهم إن كنت وأنا السيد والمعلم فهكذا فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. فإحنا برضو عايزين نخلي أولادنا يعيشوا للرب إحنا نعيش قدامهم للرب. <applause> عايزين اولادنا يحبوا الرب احنا نعبر بطريقه عمليه عن محبتنا للرب قدام عينيهم من خلال محبتنا لبعضينا الرجل ومراته من خلال محبتنا لكلمته لما نقرا الكتاب لما نعمل مسبح عائلي لما حد في اننا يغلط التاني يعتذر له واللي أخطئ في حقه يسامح هذه التربيه رائع دكتور حضرتك يعني برضه لمست موضوع نفسي اتكلم فيه مع اني فاضل ثلاث دقائق لكن حضرتك قلت مسبح عائلي وازاي بتشوف تاثير المح... المسبح العائلي اللي بيجمع ما بين الزوج والزوجه والاولاد ليه اهميه ورد فعل على كل حياه العيله فردا فردا. يعني احنا بنيجي قدام الرب في اخر اليوم هنا التوقيت رائع جدا لان معظم الناس معظمهم مش يعني. كلهم بيرجعوا في مثلا الساعه 6 بياخدوا الدينر مع بعض في امريكا. فده احسن وقت لا. الزوج والزوجه والاولاد قاعدين قبل الطعام ياخدوا خمس دقائق سبع دقائق يتكلموا فيها في ايه وبعدين يقولوا عدد ترنيم على قديهم وبعدين كل واحد من افراد الاسره يصلي صلوة صغيرة. يا رائع يا ريت أه؟ ده يعني كويس ان حضرتك ربطته بوقت العشاء بحيث قبل ما نروح نتحرك على العشاء نقعد مع بعض آه. ونقضي الوقت ده ويبقى ده وقت ثابت يوميا من ل الصبح دقايق على قد سن الاولاد نعم. انا بفترض ان احنا دلوقتي بنخاطب الاسر اللي عندهم اولاد صغيرين نعم. في الكي جي وانو او الكي جي تو او الحاجه دي مم. الاولاد ليهم طاقه محدوده نعم. فاحنا كمان الزوجه بعد كده ممكن تحفظ الاولاد الايه اللي احنا قلناها ثاني الصبح وهم بعد ما يصحوا وهم رايحين المدرسه وهما مامتهم راح اجيبهم المدرسه تراجع معاهم الايه وتشرح لهم معناها حاجه بسيطه بس هم طول اليوم شايفيننا بنتعامل مع بعض ازاي ازاي دكتور سوره العائله دي تكون بتمجد الله في المجتمع اللي عايشين فيه الحقيقه احنا علينا دور ايجابي جدا انا كان نفسي يبقى يا. عندنا وقت اكتر يا. نتكلم عن بس <applause> على الاقل يعني هقول حاجه بسرعه فضل. في عجاله شديده عندنا في انجيل لوقا اصع 10 مثل السامر الصالح نعم القصه بتاعت السامر الصالح ممكن المشاهدين يرجعوا لها واكيد معظمهم يعرفها ان راجل يهودي نازل من اورشليم رايح مدينه اسمها اريحه وبعدين الراجل ده تعرض لكارثه الحدثة لناس ارهابيين جرحوه وضربوه وخدوا اللي معاه وتركوه بين حي وميت جم ناس قرايبه يهود زيه واحد كاهن واحد لاوي الاتنين لما شافوه سابوه ومشوا لكن واحد غريب سامري جاء اليه مخصوص دي القصه دي او المثل ده حكى الرب يسوع وبعدين عمل معاه معروف كبير قوي اول حاجه ضمت جراحات وصب عليها زيت وخمر وبعد كده اركبه على دبته ووداه لغايه الفندق وبعدين دفع لصاحب الفندق الاجر بتاع يومين وقال له اي انفاق هتنفقه بعد كده انا لما ارجع تاني هوفيك احنا كلنا اغلبنا كمسيحيين بنطبق المثل ده على حياه الرب يسوع المسيح المشابه بالسمير الصالح اللي جه مخصوص من السماء علشان خاطر يحل مشكله خطايانا لكن الرب قصد من وراء المثل كلمه مهمه جدا قال افعل انت كده بقريبك. ايه قريبي ده؟ مش ابن عمي او ابن خالتي او واحد من عيلتي. لا اي واحد في سكتك محتاج للمساعده من فضلك لا تتاخر عن تقديم المساعده ليه عشان تبقى انت متمثل بالرب يسوع اللي حب الناس كلها وقدم مساعده وقدم حب وقدم خير وقدم تضحيه لاجل كل الناس. فدي الفكره مع الجيران. آه ما ما الرب ما سالش الراجل اللي سال قال له من كان قريبا للذي وقع بين اللصوص لو لو قال له من كان قريبا كان هيقول له الكاهن واللاوي هما دول قرايبه قال له من صار قريبا لا. اي من بتصرفه الايجابي اللي اظهر فيه الرحمه والاهتمام والتضحيه دون انتظار لمقابل هو ده اللي بقى قريبه فانا مطالب كشخص مسيحي في مجتمع أميني. بعيش فيه بغض النظر عن خلي بالك الكتاب في يوحنا أربعة يقول اليهود لا يعاملون السامريين أميني. يعني العداوة جاية من اليهود والرب له كل المجد حب وضحى وقدم وما مقابل أعتقد ده نموذج أميني. رائع نقدمه لإخوتنا كلهم المؤمنين البيوت المسيحية عشان يديه يبقى مبدأ ينظم علاقتنا مع الجيران اللي حوالينا آمين يا دكتور شكراً جداً جداً لكل كلماتك الرائعة كل تعليم كتابي رائع سردته قدامنا الرب يباركك ويستخدمك في كل مكان توجد فيه شكرا. أحبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل